توجه طلبة الأقسام الداخلية في جامعة ذي قار إلى مبنى رئاسة الجامعة وتظاهروا أمامها بعد الانقطاع المستمر للكهرباء وعدم توفر الماء وسوء الخدمات وعدم توفير الوقود للمولدات التي تجهز الأقسام بالكهرباء، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة تبريد داخل هذه الأقسام. وطالب الطلبة المتظاهرون مجلس محافظة ذي قار بالتدخل لحل هذا الموضوع الخطير قبل أن يتطور. فنشاهد.